الاثنين معا النادي ورئيسه. أفضل نادي في القرن العشرين النادي الأهلي المصري في القارة الأفريقية. Ladies and gentlemen, سيداتي سادتي. Honor which happens once every 100 years. أنا سعيد جدا بهذا الإنجاز وهذا اللقب في ألف يوم. Presentation of the same honor. طيب في الحقيقه النهارده ذكرى سعيده جدا بالنسبه لكل الاهلاويه وهي ذكرى الفوز بلقب القرن الافريقي للقرن العشرين واللي توج بهذا اللقب النادي الاهلي. وفي الحقيقه هو يعني لقب غالي جدا جدا ان انت تبقى افضل فريق في القرن العشرين في المئة سنه. فاحنا كجيل حالي محظوظين قوي ان احنا شفنا الاهلي وهو بطل القرن الافريقي، ودي او ده لقب بيبقى كل 100 سنه، فعشان كده بيبقى غالي قوي. وعشان تاخد اللقب ده بتتعب جدا جدا كنادي كاجيال متواصله، فعشان توصل للهدف ده فالمبادئ والسيستم بيتوارث. لما بيتوارث بشكل صحيح فالناتج بانك تقدر تحقق القاب اكتر. فلما تحقق القاب اكتر على الصعيد الافريقي وبتحقق عدد نقاط اكبر على الصعيد الافريقي، فبالتالي بيبقى الناتج النهائي ان انت بطل القرن. طبعا ناس كتير احنا عارفين النغمه اللي بتطلع كل فتره كده ان مش الاهلي هو بطل القرن وان الزمالك هو بطل القرن، الكلام مش بفلوس عادي يعني، عادي اللي يقول ما فيش اي مشكله، كل واحد حقه يقول اللي هو عايزه. لكن النتيجه ايه في الاخر؟ ان الاهلي بطل القرن العشرين، يعني كامل الاحترام والتقدير للزمالك ولاي نادي تاني يعني. لكن الجميل بقى واللي انا عايز اتكلم فيه، احنا بس مش بنحتفل بلقب القرن، لا انا هقول لحضراتكم الاحصائيات للقرن الواحد وعشرين ومين المتصدر في القرن الواحد وعشرين حتى الان في مشوار لقب القرن الجديد. فتعالوا نعرض الجدول ده لحضراتكم ونقول لحضراتكم ان الاهلي متصدر برصيد 101 نقطه زي ما هتشوفوا كده على الشاشه دلوقتي اهو. حتى الان احنا في 2022 يعني قدامك ايه حاجه و70 سنه عقبال ما يجي ايه القرن الجديد، 78 سنه تقريبا عقبال ما يجي القرن الجديد. هنكون احنا طبعا يعني ايه توفانا الله يعني، وهيجي اجيال بعدينا، وباذن الله باذن الله هيشوفوا الاهلي بطل للمره الثانيه على التوالي للقرن في افريقيا، القرن الواحد وعشرين. فالجدول لحد دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين الاهلي بفارق كبير عن اقرب منافسيه وهو الترجي التونسي، الاهلي 101 نقطه، الترجي 63، هو ومازيمبي في نفس الرصيد، والنجم الساحلي بقى 58 نقطه، وبعديه الوداد 43، وبعديه الزمالك 38، وبعديه الرجاء 35، وبعديهم انيمبا 31، وبعد كده الصفاقسي 31، وسان داونز 29. ده ترتيب وتصنيف نادي القرن الافريقي للقرن الواحد وعشرين حتى تاريخ اليوم اللي هو 22 مايو 2022. يعني عقبال ما تيجي سنة 2100 فقدامنا لسه يعني مين يعيش، يعني مش هنكون موجودين أكيد. فبالمناسبة بعد ما نخلص العرض بتاع الجدول اللي حضراتكم شايفينه ده، فأنا بسجل فيديو هو دلوقتي على الهواء، أنا بسجله وبحاول استبق الاحداث، انا مش هكون موجود ساعتها، بس انا هبارك لجماهير النادي الاهلي من خلال الفيديو، من خلال كلامي اللي انا بقوله دلوقتي ده، انا ببارك لجماهير النادي الاهلي في القرن الجديد اللي هيكونوا موجودين، الاجيال اللي هم احفادنا بقى واحفاد حضراتكم وكده الاهلاويه، بلقب القرن الجديد باذن الله تعالى، لان الفارق كبير قوي لحد دلوقتي، والاهلي باذن الله باذن الله هيستمر في حصد الالقاب الكتيره الافريقيه القاريه اللي تقدر تاهله، وهيستمر في حصد عدد كبير جدا من النقاط اللي من خلالها تاهله ان يكون بطل القرن الواحد وعشرين باذن الله تعالى. فالف الف مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي اللي هتكون موجوده في هذا التوقيت. فده فيديو للتاريخ انا بسجله يعني لكل جماهير النادي الاهلي، وببارك لهم بدري شويه، لا شويه ايه ده بدري قوي جدا، احنا دلوقتي في 2022. ماشي، يعني ذكرى حلوه واحتفال مهمه جدا لازم نحتفل بيه.